الكلية لمشروع ساحة الترحيب الكبرى جزء من ثلاثة أجزاء واللي هي تكون بمساحة 600,000 متر مربع. الساحة الكبرى بعد أن طال انتظارها كونها مشروع عملاق سوف يعمل على فصل العمل المينائي عن العمل الجمركي، وبنفس الوقت سوف تعمل هذه الساحة بنظام الرقمنة المتكامل والذي سوف يعكس إيجاباً على القضاء على كل عمليات الورقية، وبنفس الوقت يقضي على عمليات التلاعب والفساد ويختصر الزمن ويصنع يسر وحركة سلسة للشاحنات، بحيث الإجراءات سوف تختصر من 60 ساعة سابقاً إلى ساعتين فقط داخل هذه الساحة، والتي من بعدها تغادر من خلال البوابات النهائية إلى بوابات الخروج. بالوقت الحالي إن القدرة إن نستوعب أكثر من 4,000 شاحنة باليوم الواحد، كون الإجراءات سوف تكون سريعة جداً، وبالتالي ما راح يكون أي تكدس للشاحنات. يوم افتتاح تجريبي عن قريب جداً، احتمال أقل من شهر ونص إلى شهرين راح تدخل بالعمل بصورة متكاملة. في تجربة جديدة في العراق الجديد، هي تجربة ساحة الترحيب وتحويل العمل إلى نظام إلكتروني بحت. نجدد تهانينا لشركة الموانئ العراقية بأنه تكون قادرة على تنفيذ مثل هذا المشروع، مع متابعتنا الحثيثة لكل الأمور الفنية والقانونية المفروض تتبع في هذا المشروع، وتعاونهم مع الجهات الأمنية كذلك والجهات الجمركية أيضا. سيزارة، كيف سيتم نقل هذا الكلام إلى قبة البرلمان إن شاء الله؟ إلى قبة البرلمان، نحن مع الأتمتة ومع نحن مع الحكومة الإلكترونية ونشدد على هذا الموضوع. طبعا هناك لجان متخصصة، اللجان القانونية وغيرها من اللجان، راح يكون هناك توصية كلجنة، نحن نتكلم الآن كلجنة نقل واتصالات باعتبارها جزء من التخصص في لجنتنا، راح ننقل هذا الموضوع إلى قبة البرلمان وكذلك إلى رئاسة الوزراء للعمل في هذا النظام في جميع الدوائر. أنشئت تحت بنية تحتية رقمية بالكامل إن شاء الله، فبالتالي راح يتم العمل عليها من خلال الرقمنة الإلكترونية بشكل كامل دون تدخل أي ورق بالمعاملة. البنية التحتية كانت في أيدي عراقية؟ نعم، الأيدي العامة العراقية من جميع محافظات العراق، وأحب من خلال قناتكم أتوجه لهم بالشكر الجزيل، لأنه أكو بعض الناس يعني بذلوا معنا جهد، يعني بقوا أيام طويلة بالعمل، بالأخص بغية الافتتاح كانت العملية تأخذ 24 ساعة شفت عمل. هذا المشروع وما يتناسب معه من تشريعات جديدة، فإحنا ما عندنا مشكلة، حاضرين، لأن أي مشروع قانون على شرط أن يأتي من الحكومة إلى مجلس النواب، إحنا راح نبحثه داخل قبة مجلس النواب وننضجه ونوصله إلى مرحلة أن يتماشى مع الحداثة اللي موجودة. هذا مشروع بما يسولف بأهدافه فهو مشروع عظيم. هاي بعد مخلص، بعد ما تقدم ورقة مدرسة.